من الناس الذين أصبح الآن ضمن الحزب النهضة والفضيلة، وحزب نعم النهضة والفضيلة أنه يعمل في هذا الإطار أنه تقريب للإسلاميين، نعم وكان اجتماع وكانت لقاءات كثيرة وكانوا دائما يذكرون الشيخ عبد الكريم مطيح. جزاهم الله خيرا، لكن أنا لا هل أعرف. هل يمكن أن نفهم أن حزب النهضة والفضيلة يريد أن يكون وسيطا بينكم وبين النظام السياسي المغربي؟ أولا، حزب النهضة والفضيلة قد يكون رأى من مصلحته الحزبية أن يتصرف على هذا النهج، لكن نحن نعرف أن القرار المغربي هو قرار بيد الملك، ليس بيد أحد. سؤالي على وجه التحديد، نعم، أخبرت على أن حزب النهضة والفضيلة يعني أراد أن يكون وسيطا بينكم وأراد أن يرسل إليكم الشيخ محمد رفيقي والشيخ حسن الكتاني، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، اتصل، لم يتصل بأحد، اتصلوا بالأخ حسن بكير الأمين العام، نعم أمين العام، وعرضوا عليه الموضوع واستشارني، فكان جوابنا أن الشيخ الكتاني والشيخ الرفيقي شباب لهم تجربتهم في المجال السلفي، وليست لهم تجربتهم في قضايانا، في قضايا حركتنا، تغيب عنهم أشياء كثيرة جدا، كيف لذلك تغيبان؟ لا يعرفونه بعد. هم شباب طبعا، وإنما هم يعني بغينا نقولوا بأنهم جايين من عائلات يعني إسلامية. عائلات طيبة وإسلامية، وهم كذلك شباب طيبين متحمسين للدعوة الإسلامية، لكن قضية الشبيبة الإسلامية بلغ تعقيدها مبلغا يصعب به أن تحل قضاياها بهذا الأسلوب. هذه القضايا لتحل يجب أن تعالج من قبل أصحاب القرار. ولكن لماذا رفضتم لقاء الشيخين؟ رفضنا لقاء الشيخين كي لا نقحمهم في هذه القضايا، لا نريد أن نقحمهم في قضايا تحرجهم. لا تريدون أي وساطة كيفما كانت؟ الوساطة الأولى كانت مباشرة مع الدولة، فلماذا ننزل بها إلى مستوى أفراد لا قرار، ليس بيدهم أي سلطة تقرير؟ لكن هو طبيعة النظام السياسي المغربي هي هكذا، دائما لا يقطع يعني الشعر مع اي نعم، المعارضة، ولكن دائما تبقى لا الوساطات، لكن وساطة، والوساطات تكون إنسان اللي هو أقرب إلى فكرك، أقرب إلى عقلك، أقرب إلى لا قلبك، لا، مثل هاد الشيوخ ربما أنهم ناس محبوبين. نحن ننظر إليها من جهة أخرى، نعم الوساطة يجب أن تكون أقرب إلى أصحاب القرار لتكون ذات مصداقية، أما ذو النوايا الحسنة يستطيعون أن يأتون ويسألون، لكن ليس بيدهم شيء، من يخاطبون؟ ثم عندما نعرف من أرسلهم، لو أرسلهم مثلا عالي الهمة مثلا من مقربي الملك، نقول نحن نتحدث رسميا مع الدولة بطريقة غير مباشرة، بمعنى أنكم تقبلون الحديث يعني في المحيط الملكي. ما دمنا قد قبلنا الحديث مع البصري مباشرة، ومع بن سودة مباشرة في السعودية، ومع البصري مباشرة عندما كنت في ليبيا، فلماذا لا أقبل الحديث المباشر مع أصحاب القرار مع الهمة مثلا. والمقربين، الهمة وغيره من المقربين من الملك، لنعرف مع من أتتحدث، أما أن يأتيني أي شخص يقول نريد ونريد ونريد وأنا لا أعرف هل له صلة ولا ليس له صلة، أو أنه يستطيع أن يبلغ التبليغ الحقيقي كما أريد أو لا، هذه أعتقد من العبث.